اليوم الغرفة تنظم كما دأبت كل سنة لقاء تشاوريا لمناقشة مسجدات القانون المالي لسنة 2025 الذي يعرف مجموعة المسجدات التي تهم المهنيين، وهذه فرصة لرؤساء الجمعيات المهنية ورؤساء النقابات المهنية للتأليف بهذه المسجدات ومناقشتها ولرفع التوصيات للجهات المختصة. مجموعة المسجدات التي تعرف خصوصا رفع الضريبة عن مجموعة من الرسوم الجمركية للمواد الأساسية من اللحوم الحمراء وزيت الزيتون، وكذلك تخفيض بعض الرسوم خصوصا من النشويات التي تستعمل في الصناعة الغذائية، وكذلك تخفيض عن الضريبة على الدخل خصوصا بين الفئة ما بين 2500 درهم و 3500 درهم. كلها أرقام إيجابية، نعتبر إيجابية، لكن هناك مسجدات التي سوف تؤثر سلبا على المهنيين، وهي الفرصة اليوم التي سوف نناقشها ونرفع مجموعة من الأفكار والتوصيات لإيجاد حلول لهذه الأشياء. الضريبة على الدخل عرفت تخفيض خصوصا الفئة التي بين 2500 درهم و 3500 درهم، سوف تعرفوا رفع الضريبة نهائيا، بمعنى أنها سوف لن تؤدي أي ضريبة للدولة، سوف تصبح الضريبة لصاحبين المدخول أكثر من 3500 درهم فما فوق. قمنا اليوم بشراكة مع الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلة القنيطرة بتأطير ندوة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025. هذا مشروع قانون المالية اللي جاء في واحد السياق عالمي شيئا ما إيجابي، من بعد انخفاض ديال المعدل ديال التضخم وانخفاض ديال الأسعار ديال المجموعة من المواد الأساسية. هاد الندوة درناها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين وكذلك المهنيين، قمنا من خلالها بشرح وتبسيط وكذلك يعني تحسيس جميع الحضور الكرام بالمستجدات واهم المقتضيات اللي جاء بها مشروع قانون الماليه للسنه ديال 2025. بالنسبه لهذا مشروع قانون الماليه كان كينصب خصوصا على الاصلاح ديال الضريبه على الدخل، من بعد الاصلاحات اللي كانت في السنتين المفارقتين حول الضريبه على الشركات وكذلك الضريبه على القيمه المضافه. اهم المقتضيات اللي جاء بها مشروع قانون الماليه للسنه ديال 2025 كان خصوصا فيما يتعلق بانخفاض ديال السعر ديال الضريبه على الدخل، وكذلك الزياده في المبلغ ديال لو نقولوا الاعفاءات اللي كاينه من المصاريف العائليه.